بصوا يا جماعه، انا صحيت اليوم لقيت مكه قاعده فين؟ في دولاب المطبخ. في اكتر من كده تعملي ايه؟ بدور عليها في الشقه كلها ما لقيتش غير هنا. دلوقتي عايزه تطلع، مين هيجي يطلعها بقى؟ انا مش هطلعها. بتعملي ايه يا مكه؟ اللي انت بتعمليه ده يا ماما؟ مكه انت يا بنت صالح اللي علمها الكلام ده والله. ايوه فرحانه، يعني هي ممكن تقفل ده وما تشوفهاش تاني. اقعد ادور في الشقه كلها. بصي والله لو دورت في الشقه كلها ما تلاقيها يا جماعه. يلا اطلعي بقى. زي ما دخلت اطلع، انا عايزه اشوفها بتطلع ازاي. حبه القعده جوه. اجيب لك فطارك هنا يا مكه؟ اجيب لك فطارك هنا حبيبتي؟ صباح الخير يا اغلى حاجه في حياتنا، وحشتونا قوي. النهارده بقى في الروتين اليومي هنفطر شاي بلبن وسندوتشات جبنه بيضة وبسكوت. انا صحيت من النوم عايزه افطر كده. بس قبل ما نوريكم كل حاجه في يومنا، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر، ووصلونا قبل 31/10 في مفاجاه حلوه قوي، وصلونا ل 100,000 سبسكرايب. يوزا كلمة عمك محمد. راح فين؟ راح فين؟ تعالي يا راح فين؟ راح فين؟ يا حيان احنا دلوقتي رايحين عند تيتا، وانت لا احنا عند تيتا. خدني معاك والنبي. عازمين عند على الغدا وانت لا. طب هتاخدني معاك؟ رايحين عند انه؟ حيان انت بتطلعي سيري انت كمان؟ رايحين فين؟ صباح الخير، رايحين الشقة يا ابو حميد. وانا السواق هو اللي هيوصلنا النهارده. لا الفلبيني بتاعنا. هوصلكم لحد بوابه الكومباوند بس. ماشي يا فلبيني، عشان انا رايح اشرب قهوه اصلا. ماشي. تعالى اركب تعالى. رايحين فين يا ندى؟ رايحه الشقه، وحشتني قوي والله العظيم. بقالي شهر ما دخلتش الشقه بتاعتي. رايحين بيتكم؟ هتعمل هتقضي يوم يعني وتيجي هناك يعني؟ ولا الناس تشوف حاجات؟ لا ندى عايزه تقضي يوم هناك. اوكي. عامله لهم مفاجاه حلوه قوي، بس اللي هيكمل الفيديو لحد الاخر هوريهم المفاجاه. خلاص دي المنتزه بقى يا جماعه. دي المنتزه. فانت هتنزل هنا عشان مش عارف. دي المنتزه. تنزل هنا عشان مفيش لفه قدام. ماشي. يلا انزلي يا ندى. باي باي محمد. شكرا. قول محمد كده تاني. محمد. محمد. شكرا يا فلبيني. ايه ده جازات اللي يعمل كده؟ ما اقدرش امشيكم في الشمس. انت هتمشينا بقى. يلا سلام. حر؟ الجو حر قوي والله، الشمس بس. وشايله كيسه وشايله الشنطه وشايله. هات هات الكيسه خدها مني. هو قدام الكاميرا بس، بعد كده هيديها لي تاني. لا لا لا. والله لو اديتها لي هفتح الكاميرا. لا مش هديها. عاملين مفاجأة حلوة قوي في الكيسة دي، مش هشوفها غير في البيت هناك. والله العظيم الجو حر قوي وأنا مش قادرة وهموت وأشرب، ومفيش سوبر ماركت أجيب مية. وبص ومحمد مشاني في الحر وما رضاش يركبني تاكسي، قال لي المشي مفيد. صح؟ مفيد يا ندى. مفيد. ركبني تاكسي برضه بعد المشي ده كله، ركبني تاكسي. لا عشان ما تقوليش انا بخيل بس ركبت. انا ما قلتلكش انت بخيل، انا قلت انت عايز تمشيني، بتقولي المشي مفيد. انا ركبتك عشان تقولي انا بخيل. انا ما قلتش انت بخيل. قلت والله انا بخيل. لا انا قلت انت محمد مش عايز يمشي، مش عايز يركبني وعايز يمشيني والجو حر. في الاخر ركبتني تاكسي مكان من الاول. اعملي ايه يا ندى؟ اشتريت فانت شكرا. اشتريت عيش للغدا. طلعت قبل ندى مستنيها، اخدت منها مكه طبعا والشنطه. والله العظيم كنت مرتاحه من السلم 11 دور. والله انا في الثاني ريحت شويه، في الرابع ريحت شويه، في السادس ريحت شويه. كويس اخدت منك مكه. انت عملت واجب كبير قوي معايا والله. طب. مش عارفه اشيل لك الجبين ده فين؟ فوق راسي. والشقة وحشتني، شقتي. الله وحشتني والله العظيم. والله؟ والله العظيم وحشتني. ريحة شقتي حتى وحشتني. الله. الدبدوب ده محمد كان لسه جايبهولي. وحشتني. ميكي ماوس؟ وحشني. بس ده بتاع مكة مش بتاعك انت. ايه الكاسفة دي؟ أنا جايب المكة مش ليكي. لا أنا ومكة بيتي واحد، صح يا كوكي؟ صح يا ماما. بس كده خلاص.
بس بس فرحي لكني اول مره اخش شقتي. بس كنت حلوه، كنت قمر، كنت احلى من محمد. محمد كان متعور هنا يوم فرح. بس كنت ايه الحلاوه دي؟ كنت قمر. كنت قمر. في حاجه؟ لا مفيش حاجه. يا الله يا الله شقتي وحشتني قوي على فكره، بقالي شهر ما دخلتش الشقه. ما حشتكش انت كمان؟ وحشتني والله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر، واستنوا المفاجاه اللي انا عاملاها لكم. هي كا بص عايزه تقوم من على الكرسي، بس حلالك على الكرسي. بص محمد عامل الكرسي ازاي، عشان كل شويه كان بيقع بمكه. بص ملزقه كله والله جدع والله يا محمد. ومكه كمان بتقعد على الكرسي ده بتكره نفسها. بص بص هي عايزه تنطلق في الشقه، وحشتها الشقه. هي افتكرت الكرسي عيطت. ها بص بقى شوف اول مكان هتروح. يلا يا مكة مكة سيبها كده هتخش على البلكونه على طول. بص هي بتبص لك الاول تشوفها تعمل ايه، هتسيبيها ولا لا؟ اول مكان راح عليه بتحب البلكونه قوي. الكروانه دي بنحط فيها الميه بتاعت التكييف. بص اول حاجه رايحه ليها. كان في العصفورتين كمان كانت بتحبهم. هي بتيجي عشان العصفورتين، فكرهم هنا لسه. مكة قولوا له باي. يلا باي يلا. باي الله. تعملي ايه يا ندى؟ بشوي يا محمد. انا بقالي شهر ما شويتش، بحب الشوي جدا وبحب الفراخ المشويه اللي انا بعملها. بقول لك ايه؟ نعم. الشوي ده لعبتي. ربنا يستر. ايه؟ لعبتك؟ ربنا يستر. يا بنتي انا اصلا طباخ، ما تعرفيش ولا ايه؟ طبخت فين؟ في الجيش؟ لا طباخ قد الدنيا خلي بالك. محمد طب قول لي انا بحط الزيت ده دلوقتي ليه؟ علشان الفراخ ما تمسكش. صح كده. لا يا بنتي بقول لك شغلتي. ايوه بس انا مش عايز اقول لك عشان ما تقوليش تعالى اطبخ بعد كده على طول. طب انت اللي متبل الفراخ ولا ايه؟ لا بصراحه انت. بص متبله الفراخ، بص شكل الفراخ حلو ازاي؟ متبلاه من امبارح، لازم تقعد 24 ساعه في التتبيله. لا والله. والله. هتيجي تحط ولا ايه؟ لا لا يلا. يلا. مش الشغل مش شغلتك؟ لا انا بهزر. صدقت اي حاجه تمسكي فيها؟ انا مش عارفه اللي يشوفك كده يقول ايه. بسم الله ما شاء الله. انا ميت من الجوع والله العظيم، جعان قوي. لازم اجوعك عشان تاكل بضمير كده. حرام عليكي والله، حرام عليك. كنت عايز تجيب لي الشوايه. لا انا جبت لك على طول. انا بحب الاكل المشوي. قلت لي مش هتعملي لي اكل كده. طب بحب الفراخ بقى لما تكون ملصلصه كده. الله على فكره انا غسله ايديا ومش بعرف احط بالمستاكه. طب والحته دي ما حطيتش فيها ليه؟ ما انا عايزاها تاخد شكل سيخ كده وبعد كده بحط هنا. تمام. انا حطيت على درجه حراره عاليه علشان ما تشربش ما تنزلش الميه بتاعتها. تمام. في الحاجه دي والله تاكلوا احلى فراخ مشويه من دي. صح يا محمد؟ جميله قوي والله، بتعملها حلوه قوي. انا بحبها كده ملصلصه كده. طبعا تاكل فيها كده ايه تبقى مبسوطه كده. انا بحبها ناشفه بس بقيت باكلها معاه كاريه خالص. انا متعوده ان انا بحب الحاجه منشفه، حتى لما اجي اقليها بحب انشفها بس بطريقه لمحمد. وانا بحبها طريه. لما اجي اقلبها بقى هرجع لكم تاني. طبعا ورجعت لكم تاني. الله الله ريحه جميله. الشيف محمد الشربيني. بص شكل الفراخ. واو بص دي عامله ازاي. واو انا ميت من الجوع اقسم بالله، مش قادر استحمل. هو شكل اصلا الاكل ده. يلا شاطر يا محمد. يا بنتي بتقول لك شيف مش مصدقاني. اوعى تهريها يا محمد. لا لا ولا تحرقها. الله ناكل طحينه النهارده. تعمل لنا الطحينه ولا لا؟ لا الطحينه اعملها انت.
محمد ما قلبش حاجه طبعا، انا اللي بقلب برضو. والله انا اللي قلبتهم، قلبتهم كلهم. انت اللي شويه. بص احلى حاجه والبصل ده اللي بس بيقرب. عايز اقول لك احلى حاجه هي لونها احمر ليه؟ عشان الطماطم. طماطم مالها فيها حمرا؟ اه شكلها حلو قوي على فكره. دي المفاجاه اللي انا كنت بقول لكم عليها، ان انا هشوي في البيت، ان انا وحشني قوي الشوي بتاع البيت. حلوتي الله. ندى انا جعانه، ندى والله العظيم جعانه. والله تعالى تفضلوا معانا الاكل في ريحته اصلا، بس كده عشان ما تتهلكش، وغطيها وسيبها بقى تستوى زي ما هي عاوزه. تمام. ندى اتاخرت عليا قوي يا ندى، معلش. والله انا قطعت بصلايه عشان اعتقد ان انت بتحب البصل، وحطيته في التتبيله هنا شربت من التتبيله وحطيتها لك هنا. والله والله عشان اعتقد ان انت بتحب البصل. اي خدمه. طب انا جعان قوي والله العظيم جعان، حرام عليك. انا اسفه. خلاص والله مش شكل كده. بس قول لي بقى، اشوي الفراخ احسن من بره ولا لا؟ احسن من بره طبعا. وش شكل الاكل بعد ما خلص؟ الفراخ اهي مستويه. بص الفراخ مستويه جامد جدا، بس فضل البصل بس يا حمار. طب يلا، طيب يلا بسرعه. خد تشوحه. محمد بتعمل ايه؟ انا جعان، سيبيني. ايه رايك؟ تحفه والله، اقسم بالله تحفه. انا جعانه. طيب تسلم ايدك. والله والله العظيم ومستويه حلو، جميله قوي. هقفل بقى عشان اكل ولا ايه؟ اتفضلوا معانا. طيب يلا، سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر. بصوا مكه، بصوا مكه عيطت شويه وحطيتها في العربيه بتاعتها. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. اقعدي. لا 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 ما تصدقش. لا لا خلاص خلاص خلاص. زعلانه؟ زعلانه مني؟ ده بص وشها عامل ازاي؟ مكه مني؟ لا معلش، مكه زعلانه مني؟ خلاص تعالى اغسل لك وشي. راجعين الفيلا اهو. ابو حميد منور، هو اللي جاي ياخدنا كمان. وندى وروزا وحياة وانا اهو ومكة نايمة. اكلت النهاردة فراخ مشوية في الشواية في البيت. اقسم بالله حاجة تحفة. طب ما فين ما مدقاش معاك حاجة بقى اللي انت عاوز؟ قول والله. طب ما اروح حطولي صدر فرخة كده وشوية بطاطس محمرة بلاش انجعان. بص ملزلزة كده تحفة. ملزلزة ايه القرف ده؟ انا بحبها ملزلزة طرية كده. انا بحب الحاجة الناشفة. لا انا بحبها طرية كده، بتبقى حاجة جميلة جدا. طب يا عم دوقني في البيت وخليك قد التحدي وانا احكم واقول لهم حلو ولا وحش. انت ما اتغديتش في بيتكم ولا ايه؟ والله ما اتغديت في بيتنا، كنت معزوم بره. واتعزمت بره؟ كنت معزوم عند اهل ندى مراتي. ما اتغديتش يعني؟ لا لا اتغديت، بس البحر بيحب الزيادة برضه. خلاص اليوم بتاعنا خلاص، ومكة نايم تمام. وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر. بحبكم كلكم، اغلى حاجة في حياتي. باي.